يعني الحمد لله. والماتش طبعا كان صعب النهارده، ودي حاجه مش متوقعه خالص، لان الماتشات دي يعني احنا لعبنا الطيران كذا مره السيزون ده، وكانت الماتشات يعني محسومه من اول السيزون. يعني الحمد لله النهارده الدنيا كانت متأزمه شويه، بس بقى بفضل التوجيهات بتاعت كابتن قاسم وكده، واحنا برده مع بعض بنبقى خلاص احنا لازم نكسب النهارده، لازم نجيب النقط بتاعت الماتش ده. فالحمد لله عدت على خير يعني، الحمد لله. المفروض ان احنا يوم الجمعه عندنا اهلي، والسبت معادي، وده في اطار الدوري برده. فيعني ربنا يسهل بقى في الماتشات اللي جايه دي، ان شاء الله برده نجمع النقط بتاعتها. الاهلي عندهم في صالتهم، لان اخر مره كانت عندنا هنا. بنستعد للماتش زي يعني زي اي ماتش عادي، بس الفكره بس ان الناس تبقى بتتحمس شويه، وان احنا نبقى كتيم واحد ونظبط التيم ورك بتاعنا، وبس يعني بنحاول نلعب على نقط ضعف وقوه الفرقه اللي قدامنا برده يعني. هو الله يبارك في حضرتك، هو الماتش كان صعب جدا، كنت يعني حاسه ان انا لما اجيب جون زي دوت هيبقى حاجه حلوه جدا يعني للتيم وكده، وان هو المكسب يعني وكده. بيوجهنا ان احنا نكون هادين، ما ننفعلش، ما نتعصبش مع اجواء المباراه، والحمد لله يعني احنا يعني بالتشجيع وكده، وان احنا قدرنا نحمس بعض جوه الملعب، عرفنا ان احنا نرجع الماتش بالشكل دوت وفي اخر ثواني يعني. فدي حاجه كانت حلوه جدا ان احنا رجعنا في الاخر. هنتمرن كويس، يعني هيكون في حماس اكتر، احنا رايحين عايزين نكسب ان شاء الله يعني. والله هو النهارده كان ماتش صعب جدا من اول الشوط، واحنا مش فايقين في الشوط الاول، الفرقه ما كانتش فايقه جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وعوضنا في اخر 10 دقايق من الماتش، ومع صدينا كورتين ورحنا عوضنا كورتين، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، عشان ربنا عالم ان احنا تعبنا قد ايه، فبيدينا على قد تعبنا الحمد لله. هو احنا الحمد لله النهارده طلعنا بفوز، فان شاء الله بكره هنتمرن عشان خاطر تراي ماتش الخميس، فعندنا ماتش يوم الجمعه مع الاهلي ان شاء الله الساعه 4. فاحنا طبعا ماتش النهارده خلاص بحلو ووحش وخلاص انتهى، والحمد لله ان هو انتهى بمكسب، فيبقى عندنا حافز لينا ان احنا الماتش الجاي ان شاء الله نكسبه، وان شاء الله باذن الله ماتش الاهلي في الملعب مش بعيد، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. طبعا احنا كان عندنا احسن من كده، بس احنا حاولنا ان احنا نصلح الماتش اكتر ونجيب السكور. كل ده طبعا بالتوفيق كابتن قاسم معانا في التايم اوت، ادينا شويه تعليمات حاولنا ان احنا ننفذها صح عشان نقدر نقدر نعمل كومباك تاني ونجيب السكور. تعليمات الكابتن دايما ان احنا نحاول ننفذ كل اللي احنا بناخده في التمارين صح، من غير ما نتوتر، كل واحد يكون عنده ثقه في نفسه اكتر. طبعا كابتن قاسم بيدينا الثقه كامله على الخط من غير ما حد يخاف او يقلق، وكل نكون نشتغل مع بعض اكتر، ما بيكونش فيه غلطات، الموضوع بيبقى احسن، ونقدر ان احنا نجيب الماتش في اسرع وقت يعني.